السلام عليكم. عندنا ريفيرال من الاي سي يو، a 16-year-old girl known case epilepsy NCB admitted with decreased level of consciousness. Today she was intubated on NGT for enteral nutrition plan, diagnosed with severe lactic acidosis. Before starting the enteral feeding, قبل ما نطبق الأسبن guidelines for ICU patient, عندنا سؤالين مهمة عشان نختار الوقت الصح بحيث الفيدينج تساعد بإنها تمنع الجت أتروفي وما تعمل لا قدر الله جت نكروسز. أولا لازم البيشنت يكون hemodynamically stable أو يكون fully resuscitated. الماب اللي هو المين arterial pressure لازم يكون فوق ال 65. نهائيا ما نعطي الفيدنج والماب تحت ال 65 عشان اتاكد انه في blood circulation to the GI وما يحصل قد اسكيميا. وهل البيشنت على فيزوبريسرز؟ اوكي، الدراسات الاخيره تقول نعطي تروفيك فيدنج للبيشنت اللي على لو دوز اوف فيزوبريسرز، بس لازم اعرف ايش هو اللي ماشي عليه، كم الدوز، كيف البريبريشن، الريت، هل هم قاعدين يعملوا اسكليتنج للريت ولا they are maintaining the same rate. الانكنترولد اسيدوسيس وهذه اللي حاصله مع البيشنت راح نتكلم عنها بالتفصيل. الانكنترولد هايبوكسيميا، هل البيشنت maintaining good saturation؟ لانه لو كان البيشنت دي ساتوريتد لا قدر الله ممكن يحصل جت اسكيميا لانه ما في اكسجين رايح للجي اي. ثاني سؤال الريفيدنج سيندروم، هل البيشنت ات ريسك؟ ايش الكريتيريا؟ ايش الباثوفيسيولوجي؟ عشان اثق بالبلان لازم افهمه. اللابس، الفيتامينز، كيف البريفنشن؟ According to Aspen عندنا 6 عوامل. القسم الأول لو كان البيشنت عنده نقطتين منها رح أعتبره at moderate risk. القسم الثاني لو كان عنده بس نقطة واحدة رح أعتبره immediately at high risk of refeeding syndrome. وهذا القسم هو اللي حنتعمق فيه. خلونا نفهمها بشكل عملي أكثر للsignificant risk. الآن عندنا 6 عوامل، تمام؟ 2 حناخذها from the patient، 2 from the family، و 2 from the file. From the patient لو كان الـ BMI أقل من 16 immediately he is at high risk of refeeding. طب ما عندي الويت، هأعمل physical examination لو في severe loss هذا معناته at high risk of refeeding syndrome. طيب لو كانوا normal investigate more، نروح للفاميلي نسألهم على الكالوريك انتيك وقد ما نقدر ناخد تفاصيل ونحسب الكالوريز. مثلا عندنا 3 سيناريوز ممكن تحصل. أول سيناريو صار له أكثر من 7 أيام رافض يأكل أو أكله جدا قليل، ملعقتين ثلاثة، فأعتبره immediately at high risk of refeeding. السيناريو الثاني patient acute illness، تمام، ابتعبه، دخل المستشفى تعبان، تمام، أكثر من 5 أيام ياخذ أقل من 50% من احتياجه، تمام، مثلا احتياجه 1500 كالوريز وهو صار له أكثر من 5 أيام بالمستشفى ياخذ 500 كالوريز في اليوم واليوم intubated، فأعتبره at high risk of refeeding syndrome. السيناريو الثالث لو كان patient بصحته في البيت، تمام، أكثر من شهر ياخذ أقل من 50% من احتياجه لأي سبب، والله بينزل وزنه، بور أبيتايت، الويت لوس، أسألهم هل يعرفوا وزنه قبل 3 أو 6 شهور؟ تمام، إذا عند الوزن أحسب النسبة وأحدد. لو كانت عوامل البيشنت والأهل ما في حاجة أكيرت، نروح للفايل. لازم نعمل تشيك للفوسفورس بيفور ستارتينج ذا فيدينج، وبرضو المغنيسيوم والبوتاسيوم. لو كان في moderate or severe depletion أعاملهم at high risk of refeeding syndrome. والhigh risk comorbidities في conditions معينة تعرض البيشنت للrefeeding syndrome زي الكرونز، فلازم ننتبه لو البيشنت عنده أحد هذه الconditions. الآن لازم نفهم الباثوفيسيولوجي، إيش أهمية الفسفور، الثايمين، بوتاسيوم، المغنيسيوم. لما يدخل البيشنت بالستارفيشن أول response هي تكسير الجلوكوجين المخزون، وهنا الجلوكوز عشان يرضى يترك أهله ويروح يعطينا طاقة الله يرضى عليه شرط أنه ياخذ فسفور معه، وهنا تبدأ أهمية الفسفور، فيكون جلوكوز 1 فوسفيت تصير جلوكوز 6 فوسفيت ويدخل بالميتابوليزم ويعطينا ATP، يعطينا شوية طاقة ويعطينا بايروفيت. وعشان تكوين الATP محتاجين ايه برضو؟ فوسفورس، بس محتاجين طاقة أكثر عشان يعيش. يقوم يدخل البايروفيت يتحول بمساعدة الثيامين إلى أسيتايل كو أي ويدخل بالكريبس سايكل ويعطينا ATP أكثر، ومحتاجين طبعا وقتها فوسفورس. الآن قلة الجلوكوجين ستورز يقوم يدخل بمرحلة الجلوكونيوجينيسز، إنه حيكسر الأمينو أسيد، الفاتي أسيد، الأمينو أسيد حتعطيني بايروفيت، هذه بمساعدة الثيامين زي ما نعرف حتعطي أسيتايل كو أي ويدخل الكريبس سايكل ويديني طاقة أكثر، يديني ATP أكثر، تمام؟ الفاتي أسيد برضو زي ما نعرف ريحة الأسيتون، هذا حينتج لي بايروفيت، وهذا البايروفيت حتحول لأسيتايل كو أي بمساعدة الثيامين.
ويدخل الكريب سايكل ويعطيني طاقة هو انرجي أكثر عشان يعيش. لذلك الفوسفورس for ATP production، ولو كان في deficiency هذا معناته ما في ATP، ولو ما في ATP يعني ما في muscle contraction، والديفرام مسل حيحصل لها ويكنس، لذلك البيشنت حيدخل عندنا intubated بسبب الريسبيراتوري ديستريس، حيحصل rhabdomyolysis زي ما قلنا، السنترال نيرفس سيستم البيشنت حيدخل confused وممكن تحصل seizures، الهارت ممكن يتأثر لأن أصلا الهارت عبارة عن muscles. ثيمين فور كربوهيدرات ميتابوليزم، لو كان في deficiency زي مريضتنا رح يعمل severe lactic acidosis. كيف كذا؟ نرجع نفهمها من الباثوي. الآن لو ما عندنا ثيامين ما رح يتكون الأسيتايل كو اي، ما رح تحصل الكريب سايكل، لذلك البايروفيت رح يتصرف ويدخل الأنايروبيك ميتابوليزم وحيطلع اللاكتيت. لذلك ما في ثيامين كل عمليات الجسم الحيوية رح تتجه للأنايروبيك ميتابوليزم، والنتيجة حتكون ايه؟ بيلد اب لللاكتيت ويصير بالسماء زي مريضتنا دخلت واللاكتيت عندها 16. أنا فهمنا انه بوجود ثيامين الكربوهيدرات حتدخل الايروبيك باثوي، وانس انه في ديفيشنسي حتدخل الانايروبيك باثوي وحتكون اللاكتيت، لذلك اذا بيشنت عنده لاكتيك اسيدوسز لازم نعطيه ثيامين. الاعراض الثانية اهمها حيدخل البيشنت كونفيوزد، عنده اتاكسيا وعنده اوفثالموبليجيا. بالستارفيشن حيكون البيشنت بحالة كتابوليزم، الفوسفور البوتاسيوم المغنيسيوم كلهم حيطلع برا الخلايا، الآن إحنا بكتابوليزم، لما يصير في ريفيدينج حيرتفع الإنسولين وحيدخل الجسم بمرحلة أنابوليزم، حيدخل كل البوتاسيوم فوسفورس مغنيسيوم بسرعة جوة الخلايا. الرابيد شيفت هذا حيأثر على كل الأورغانز، أول حاجة الهارت حيعمل altered myocardial function، حيعمل tachycardia، حيعمل arrhythmia، الريسبيراتوري حيعمل respiratory distress، ممكن يعمل acute renal failure، ممكن يعمل liver dysfunction ويوصل لparalysis, confusion and coma. According to Aspin, how to avoid and treat the refeeding syndrome. Before starting the feeding, Aspin gold thiamine 100 mg before feeding or before initiating dextrose for 5 to 7 days. أو ممكن أطول من كده لو شفنا البيشنت يحتاج. أما Aspin تقول 300 mg IV ونستمر 200 to 300 على الأقل 3 أيام زيادة. الإلكترولايتس بحالة المايلد and moderate depletion ما نعطي feeding إلا لمن ياب البوتاسيوم فوسفورس المغنيسيوم are supplemented أو normalized، تمام؟ أما في حالة السيفير depletion ما نبدأ feeding نهائيا إلا لما تكون قدام عيني corrected، تمام؟ كيف نحددها؟ A decrease by 10 to 20% mild، A decrease by 20 to 30% moderate، بس لما يكون more than 30% أو في organ dysfunction مثلا intubated أو في obvious sign بثيامين deficiency مثلا severe lactic acidosis، لا نهائيا ما نبدأ الفيدينج إلا لما يصير في correction. Sheet with 10 to 20 kilocalorie per kg per day or 100 to 150 gram of dextrose. بعض references بتقول لا والله بالextreme cases بنعطي فقط 5 kilocalorie per kg per day and I totally agree with that. الادفانسمنت by 33% of goal every 1 to 2 days. المونيتورينج طبعا اثناء ما احنا قاعدين نعطي الفيدينج لازم كل 12 ساعه نعمل مونيتورينج للبوتاسيوم فوسفورس والمغنيسيوم for the first 3 days بالهاي ريسك بيشنت، تمام؟ طيب لو احنا قاعدين نحاول نعمل كوركشن وديفيكلت تو كوركت او انه دروبد بشكل مره قوي، تمام؟ لا لازم نقلل الريت او اللي احنا كنا واصلين له by 50%. الآن نرجع للكيس. Our patient دخلت الـ ER after she refused to take food for 3 months. كان عندها vomiting, body pain and body weakness. After investigations they found severe dehydration, severe lactic acidosis, GCS 11 over 15, low potassium, high sodium and chloride, pH 6.9 and lactate 16.9. أول ما دخلت الـ ICU نعمل الـ assessment بما أنه الأهل موجودين، الـ anthropometrics normal growth parameters، الـ diet history according to the mother very poor appetite for the last 3 months. She was taking 2 to 3 bottles of fruit juice with 1 to 2 cupcakes per day. So she was taking around 270 to 450 kilocalorie per day واحتياجها 1300 to 1400 kilocalorie per day. So 20 to 32% of energy need. طبعا واكيد she is at high risk of refeeding syndrome.
First day in the ICU, diagnosed with severe lactic acidosis, intubated and sedated on midazolam and fentanyl. طلبنا الفوسفورس وطلع 0.7. Severe depletion. البوتاسيوم 2.8, الكلورايد 118, الصوديوم 148. الأسيدوسز شوية تحسنت عن الER ووصل اللاكتيت 9. بس الفوسفورس والدايت هيستوري يثبت لنا قديش البيشنت at high risk of refeeding syndrome. لذلك in nutrition care plan for today, the patient is at high risk of refeeding syndrome. Suggest thiamine 100 milligram IV daily for 7 days. Suggest to keep MB offer today until phosphorus is corrected and lactic acidosis is controlled. Second day, بدأوا الـ ICU team investigate for meningitis. وزي ما اقترحنا أمس, مشيت من أمس على thiamine 100 milligram IV. الفوسفورس والبوتاسيوم الحمد لله corrected. الأسيدوسز is controlled. ووصل اللاكتيت الحمد لله إلى 3.6. الآن إحنا مرتاحين نبدأ feeding بعد ما شفنا الإلكترولات اتصححت وأهمها الفسفور. Nutrition care plan start with a standard formula at 10 ml per hour over 20 hours, rest for 4 hours, water flush at 30 ml every 4 hours, suggest serum, phosphorus, potassium and magnesium monitoring every 12 hours. As the patient at high risk of refeeding syndrome, the feeding provides only 5 kilocalorie per kg per day. Third day, the patient developed convulsions. Mechanical ventilator settings are improving. The ABG and labs رائعة and we are happy. So increase the feeding to 20 ml per hour over 20 hours. Rest for 4 hours and suggest checking the electrolytes every 12 hours. And suggest checking folate, serum folate and correct as needed. ليش؟ لأنه البيشنت صار لها 3 شهور ما تأكل مصادر الفوليك أسيد, ولأنه البادي ستورز فور فوليت حتكفي لمدة 3 إلى 4 شهور وبعدها حتعمل ديفيشنسي. فرفعنا الفيدينج تو 10 كيلو كالوري بير كي جي وعملنا سجستشن فور تشيكينج السيرم فوليت ليفل. اليوم الرابع الحمد لله السيديشن واز ستوبد, البيشنت واز اكستوبيتد. And as we expected, serum folic acid is low, so the doctor ordered for 5 milligram folic acid per day. طب متى نبدأ feeding بعد الاكستوبيشن؟ According to the consultant, هل في risk of re-intubation within 12 to 24 hours? For our patient, no risk, so we started the feeding after 4 hours of extubation. And we resumed with the same rate at 20 ml per hour لأنه حصل drop بالفوسفورس, يعني فوسفورس أمس كان 2.1 اليوم 1.7, so we resumed at the same rate. اليوم الخامس الحمد لله central line was removed, the labs كلها within normal range, so we increased the feeding to 30 ml per hour. تمام, after 8 hours زدناها 10 ml to achieve standard formula at 40 ml per hour over 20 hours. Rest for 4 hours, water flush at 60 ml every 4 hours. That will provide 800 kilocalorie per day, 40 grams of protein, اللي هي حتكون 20 kilocalorie per kg and 1 gram per kg of protein. A total fluid from NGT, 1040 ml per day. And already the patient with IV fluid, يعني ما حنخاف من البالانس. اليوم السادس, the patient shifted to female ward.